من برلين معي عبد الكريم الرحاوي، رئيس الرابطة سوريا للدفاع عن حقوق الإنسان، مدير مركز لاهاي سوريا لملاحقة المجرمين ضد الإنسانية. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا نتحدث، ديل بونتي تقول بأن هناك أدلة كافية على ارتكاب الأسد لجرائم حرب. أنتم كيف تتعاونون بهذا الموضوع وما رصدكم؟ ماذا لدينا من رصدكم؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة الكلام الذي قالته كارلا ديل بونتي ليس جديدا. اللجنة نفسها قامت بإصدار أكثر من 12 تقرير منذ إنشاء هذه اللجنة عام 2011. جميع التقارير التي نشرت من قبل هذه اللجنة وقدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان تشير بوضوح وبشكل لا يقبل أي شك بأن النظام السوري ارتكب مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. هذا الكلام موثق منذ عام 2011. كنا قد تعاوننا مع هذه اللجنة منذ اللحظات الأولى لإنشائها وزودناها بأدلة وبشهود عيان وبوثائق ساهمت بشكل فعال بإثبات هذه الجرائم على النظام السوري. المشكلة الآن ليست في هل يحتاج العالم إلى المزيد من الأدلة على ارتكاب النظام السوري لهذه الجرائم أم لا. هناك أدلة كافية منذ اللحظات الأولى، منذ العام الأول لانطلاق الثورة، كافية لإدانة النظام السوري وجر جميع المتورطين بهذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية. ولكن المشكلة الأساسية تكمن في يعني الرغبة الدولية أو الإرادة الدولية. نعم. سنصل إلى هذه النقطة بموضوع المحاسبة وأهميتها انطلاقا من حوادث سابقة، بأنه سيحاسب مرتكبو الجرائم مهما طال الزمن. ولكن فيما يتعلق باستخدام الكيماوي هذا، نتحدث 5 مرات بعد خان شيخون، 5 مرات بعد الولايات المتحدة وضربتها على مطار شعيرات، مع أنه كان متوقعا غير ذلك بالنسبة لكثيرين، وبعد استقالة أو ما أعلنت عن انسحاب من منصبها ديل بونتي أيضا أن تتحدث عن هذه الأدلة اليوم، إلى أي درجة هذا أيضا يشكل ضغط؟ يعني كما قيل بأنه هي تضغط، سيشكل تغييرا بالتعامل مع هذا الموضوع هكذا نقطة اليوم، بالإضافة إلى ما يقوم به الأسد ما بعد ضرب الشعيرات. يعني أنا أعتقد أن هذا الضغط لن يؤدي إلى أي نتيجة. يعني هو فقط ضغط أخلاقي من الناحية العملية. النظام يشعر بأنه محمي وبأن لديه حصانة كاملة باعتبار أن روسيا تدعمه بشكل كامل وبشكل غير محدود، وهي جاهزة لاستخدام الفيتو أكثر من مرة لحماية هذا النظام من أي إمكانية للمحاسبة، وبالتالي هو يذهب بعيدا في ارتكاب في استخدام الكيماوي، يستخدم يعني ربما يستخدمه مرات متتالية أيضا. هذا يعكس تماما الازدراء الذي يتعامل به النظام السوري. ولكن من خلال جرائم سابقة، هذا يمكن كثيرون ما يودون سماعها اليوم خاصة من سوريين، انطلاقا من جرائم سابقة، إلى أي درجة أنتم تعولون على أنه المرتكب سيحاسب مهما طال الزمن أو قصر؟ وانطلاقا من هذا يتم التوثيق وتواصلون هذا الموضوع بكل دقة؟ يعني نحن لن نتوقف عن التوثيق وبناء القضايا المتينة تمهيدا لأي إجراء قانوني في المستقبل، لكن عمليا نحن لا نعول على المجتمع الدولي حاليا إلا إذا تغيرت الظروف السياسية بشكل كبير وبشكل لافت، يعني أن تتخلى روسيا والصين عن الأسد، ولكن هذا الأمر غير متاح حاليا ولا يبدو في الأفق أن هذان الحليفان سيتخليان عن بشار الأسد بشكل قريب. نحن نعول على المحاكم المحلية في المستقبل بعد سقوط النظام أو في حال إمكانية قيام هذه المحاكم بشكل مستقل في المستقبل. هناك إمكانية لإقامة مثل هذه المحاكم وجلب هؤلاء المجرمين أمام العدالة باعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فبالتالي تبقى إمكانية مقاضاة هؤلاء الجنات أمام القضاء المحلي السوري المستقل مستقبلا إمكانية متاحة وكبيرة. أنا أشكرك. نعم،
يعني حاليا لا تعولون على هذا الموضوع، لا تلمسونه على الأرض، ولكن تتوقعون هذا فيما بعد، لا تسقط بالتقادم. هكذا قضايا من فرانكفورت. فرانكفورت، عبد الكريم الرحاوي رئيس رابطة سوريا للدفاع عن حقوق الإنسان، مدير مركز لهاي سوريا للملاحقة المجرمين ضد الإنسانية، أنا أشكرك جزيلا سيد عبد الكريم.